خويا كمال قبل ما ندخلوا سير بعدا سير بعدا فين الهبطه بعدا فين الهبطه فين الهبطه خويا كمال قبل ما ندخلوا بشويه عليكم الدراري بشويه عليكم اخوان بشويه عليكم مشاهدون قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من خلف سندباد اقوى واخطر مغامرة غادي تشوفوا على المباشر مع الراقي مصطفى العربي وكمال كوزان الزهواني غادي يدخلوا لهذيك الكرمة اللي كيقولوا الناس بانها كتخرج الدم ومسكونة وساكنها عيشة قنديشة غادي ندخلوا دابا على المباشر في هذا البث المباشر في هذا الليل غندخلوا لهذا الكرمه وغادي نشوفوا شنو كاين معنا كمال كوزان شاف اللايف وقال لك منين ما جاش داك كيم ابديل منين ما جاش غادي يجي هو وغادي يدخل باش يشوف شنو كاين بالضبط ويوري المغاربه عن هذا الشيء اللي كيتقال كمال السلام عليكم انا داخل اخويا انا داخل شوف انا ما شفتش هذا الراقي عرفت راسي ما عندي مناش غنخاف انا كنسمع بهذا الراقي وكذا انا المهم انا شنو اللي شوف خويا حمزه شنو اللي عجبني في هذا اللايف عجبتني هذه المغامره اللي باغي نغامر مع هذا الراقي سير تفضل وراه انت اللي خصك تسبق لي ولا هو راقي ولا بغى يسبقك انا راه زوالي كاع راقي مع زوالي ديري الخير يعني كمال نعم شنو كيتقال في هذا شنو كيتقال بخصوص هذا الكرمه كيقولوا بان الدم الجن خويا الله يسم غامر خويا اش غنقول لك حيت انا علاش جيت في هذا اللايف انا مدوز الصغور ديالي هنا كنت كنقص سنديباد من هنا مني سمعت هاد الكرمه هكذا ما تخلعتش ما حاولتش نخاف لحقاش هادشي اللي كيتقال واش كاين ولا ما كاينش واخويا الراقي اللي يقول لك الراقي اللي يقول لك خويا كمال كوزان زوالي لا بلاتي قرا الاذكار الله يرضيكم من الدخول حنا داخلين لواحد المكان اللي هو فيه الجن قراوا الاذكار الله يرضيكم في خاطركم باش حتى شي واحد ما يتاذى الله يجازيكم بخير وتحيه لخويا كمال كوزان المغامر اكبر واعظم مغامر هذاك واحد لا كيم شي واحد ماك اخويا علاش تخلعت انت معاك راقي وخايف راه خصك هذه هي المغامره كون ما كانش معاك راقي واحد راه بالخوف كان غيطيح بالهداف سير سير شوف والله الاذكار بسم الله الرحمن الرحيم قرب شويه عندك تزلق يا حمزه شويه عارف خويا بشويه الله 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 شد 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 في القنبة شد في القنبة خوتي أقسم بالله إلا داخلين لواحد البلاصة خطيرة بزاف الناس أبناء المنطقة كيقولوا بأن هاد البلاصة هادي مسكونة وفيها الجن وهاد البلاصة هادي كاينة واحد الكرمة كتخرج الدم حنا مغامرين دابا وداخلين على المباشر هنا لهاد البلاصة كاين الراقي مصطفى العربي كاين كمال كوزان الزهواني وكاين ولد المنطقه اللي عماد عارف كاين معنا حتى هو هنا باش غيورينا البلاصه فين كاينه بالضبط وشنو كاين هنا في هذه البلاصه هذه الله يدير شي تاود الخير شنو كاين هنا شي حاجه كتحرك شنو كاين هنا شنو كاين هنا هنايا اخويا وصلنا دابا الكرمه اللي هي الجدر ديالها كاين تحت هذه العين هذه عين لا تنطفئ ابدا يعني يمر ماؤها وماؤها عدو يعني يشرب الناس قالوا لنا راه كيشربوا من هذا الماء هذا وهنايا فين كاين الكرمه اللي كيدوز من هذا الدم هنايا فين كاينه الكرمه اخطر كرمه كاينه في المغرب اللي هي كرمه يمر منها الدماء خدينا التصريحات ديال بعض الناس قال لك ما كيدوش من الدم حتى كضرب الحجر حنا ما يمكنش نضربوا الحجر لاننا في الليل وضرب الحجر معنا نعم معنا عماد عود المنطقه عطينا السي مصطفى باش يحاول يوضح لنا شنو كاين نقربوا انا وياك السي عارف حنا غندخلوا فين هي البلاصه انت ود المنطقه ياك اخويا اييه قول لنا اخويا شنو كاين في هذه البلاصه سير اخويا مش هذاك سير ما غتبانش سير دخل ما غتبانش سير دخل اصاحبي ما غتبانش خويا حاول تقربنا من شنو كاين في هذه البلاصه هذه بالضبط انت ود المنطقه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا الناس قالوا لنا بان هذه الكرمه هذه كتخرج الدم ومسكونه واش بصح ولا لا وهذه على حساب العلم ديالنا اللي كيقولوا الناس القدام قال لك كانوا يجي باغي يحيدوها وداس بالدم من تما ما بقاتش واحد شي قد هذه وهاد البلاصه راه كيعقلوا عليها شوف
كتشوف فين هي تحيد شي اخوان والله ما كنكذب والله الا قسما بالله واحد العيبه عندها عين وحده والله الا عندها عين وحده ها هي كاينه هنا شي شي راهي راهي كحله راهي راهي هي كتشوف فينا راه كتشوف فينا انت شفنا فين كاين رجع السي مصطفى السي مصطفى رجع كمال انت شفتي داك السيد قال لينا انا بغيت نجي نشوف ولكن ما قدرش على انه يجي ما تواصلش معنا طفى عندنا التليفون شنو بغيتي تجي وبغيتي دير هذه المغامره وبغيتي تدخل لداخل تشوف شنو كاين كمال كوزان معروف عليه الزهواني معروف عليه حيت ود الليل ودوزت الليل وانتم عارفينني انا دوزت الليل دابا انا ما كنخافش من شي حاجه شنو هي الظلمه فهمني انا ملي سمعت داك اللايف وما جاش انا حاولت نجي لانني انا عارف راسي ما غنخافش علاش ومعايا راقي والحمد لله فهمني انا المهم شفنا شي واحد الحاجه دابا حاولت تبان وتهرب وهذا الشيء راه فيه الرعب ماشي ما فيهش الرعب ولكن ما غنخافش غنخافش وصافي هذا الشيء اللي غنقول فهمتيني والسي مصطفى غنشوف الكلمه ديالو على انا كنعطي تحيه شكر وتقدير خويا كمال كوزان الزهواني علاش لان في قلبه الشجاعه هذه هي الرجوله الرجل هو امام المواقف الصعبه الرجل هو اللي خلق الله وخلق في قلب ديال الرجل لا يخاف ما خصش يكون في القلب ديالك الخوف ان تاتي الى هذا المكان يعني وتكتشف وتقرب من مكان الحدث مكان اللي كيهضروا عليه الناس ومجرد تخيلوا معايا اخوتي المغاربه الله يرضي عليكم راه مجرد ان يتكلم المتكلم ويحكي لك وتكون قاعد حداه يصيبك شيء من القشعريره وشيء من الخوف وشيء من الفزع ولكن مع ذلك تلقى ان القلب الرجل خصو يكون قلب اسد لا يخاف ماشي غنديروا تحدي عندك حمزه طيح الله يرضي عليك تما يعني هنا كمال شاف معايا واحد المساله شاف معايا شي حاجه تراقبنا بعين واحده حنا في هذا المكان دابا راه مكان مظلم شي حاجه كتراقبنا بعين واحده وشات غنحاولوا نكتشفوا شنو كاين في هذا الجو في هذا المحيط في هذا الكرمه حنا مباشر دابا حدا الكرمه الكرمه هي اللي فوق منا دابا اجي صورها هي هذه كرمه خوتي غير باش نقول لكم هذه الكرمه هذه معنا السيد ها هو ود المنطقه لا ما تخافش هو ود المنطقه كيقول بان هذه الشجره فاش جاوا يحيدوها بشوي خويا الله يرحم والدي الله يحفظك بشوي راه كيشوف بحال كيشوف فينا بحال شي قسما بالله قال لك بان الشجره فاش بغاو يحيدوها خرجت الدم هاي بلاش بلاش فين 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 الله يدير شي تاوي ديال الخير الله يدير شي تاوي ديال الخير الله يدير شي تاوي ديال الخير خويا انت ود المنطقه الله يحفظك حاول توضح لينا شنو كاين هنا كيسمع راك خلي الميكرو عندك اشنو كاين اخويا هنا انت ود المنطقه خويا كمال خويا عارف اشنو كاين هنا خويا الله يرحم والدين الله يحفظك انت ود المنطقه وكنتي ساكن هنا اشنو سمعتي اخويا الله يرحم لك الوالدين هنا اخويا اللي كيهود كيتضرب فيها كيفاش كيتضرب فيها كيتأذى في صحته كيفاش كيتأذى واش كيهود ليها كيطلع ماشي نورمال اللي كيهبط لهنا كيطلع ماشي نورمال عليها من جدودنا وهي خارجه د العين بحال هكا كيف ما كتشوف بحال هكا الماء دابا كيخرج من تما الماء تيخرج راه هو سير قرب سير قرب حتى سير قرب معايا اجي نقرب انا وياك ها هو الماء شتي هاد العين هذا سبحان الله العظيم هاد الماء ما تيحبش ولا ما تيحبش نفس الشجره وكيخرج من الجدر الجدر كيخرج الماء من الجدر علاش كنقول لها حنا العين حنا ولاد المنطقه كنقول لها عين الكرمه نفس الجدر وجاو الناس قدام هاد الشيء على ما كنسمعوا ديال الاسحار اري اري الميكرو هادي على ما كنسمعوا على ما كنسمعوا كاين الناس الاقدام ديالنا كيقولوا راه بحال هكا بقات جاو بغيو يحيدوها جاو بغيو يحيدوها شنو طرا شنو طرا فاش جاو بغيو يحيدوها الزرق حبسوا ما قدروش يحيدوها ما قدروش يحيدوها سمعنا فاش بغيت تبنى سنديباد خرجت لهم شي مرا خرجت لهم مرا لابسه البيض وجرات عليهم هادشي كنسمعوا عليه ما كنشوف ما شفناش بعيننا ولكن سمعنا على هادشي هادشي اللي كاين وهاد العين راه كتبقى بحال هكا سبحان الله العظيم ديزو الماء دي واحد الماء سبحان الله العظيم تشربوا دابا هاد الماء زوين هاد الماء عادي نشرب لك من قدامك دابا تشوف انا نشرب نقي أنا نقي نقي راه بحال هكا احسن من بلا ما نديروا اشهار من شي ماء ولكن سمعنا قبيله واحد السيد قال لك لا شيرتي على الشجره يخرج الدم بسم الله حنا ما كن ما درناش هاد اللقطه هادي ما درناهاش ولكن كيقولو. الناس قدام جا بغاو يحيدوها انا اللي عجبني الحال هو قال لي قلت لي واحد جي هنا كان جي ديك الواحد ما عنديش الميكرو كامل المهم تزريتي كوزان ما كيتزراش فهمتي
راه والله العظيم الا تخيل معايا حمزه اللي بغى يدخل عندي اللي بغى يدخل عند كامل كوزان الزهواني تفرج في اللايفات ديولي والله الا بالطوموبيلتي دوبل في كندخل بنادم لوطوروس وعمرو صاك واي واحد اللي بغى يسوق مرحبا عند كامل كوزان غنعلمو بلاصه خاويه فين ما بغى مرحبا يكون عنده ضروري البيرمي عندك تسمعو الكود جيب له البيرمي الله يدير شي تاويل ديال الخير هاد الكرمه هادي اللي المغاربه كاملين والناس ديال الحي الحسني كيقولوا بانها مسكونه وكيخرج منها الدم فاش بغاو يحيدوها خرج منها الدم هنا كاين سنديباد من اللور ديال هاد الكرمه كاين سنديباد المغاربه والابناء المنطقه الناس ديال السبعينات وديال التسعينات كيقولوا بان هاد البلاصه راه خطيره بزاف معنا عارف ولد المنطقه ومعنا كوزان ومعنا الراقي العربي ومعنا واحد السيد مع العربي وكاين انايا واش هذا هو اللي شجعني كثر سبحان الله العظيم راه مني كنعقلوا على جدودنا اش نقول لك لا بلا ما تكذب على بلا ما تكذب على المنطقه مني عقلوا على جدودنا اش نقول لك وهي الكرمه العين سبحان الله العظيم خارجه بحال هكا انت كما كتشوف انت يا المباشر راهو عين بحال هكاك خارج جدر منه الماء سبحان الله العظيم وهذاك الماء ما كتحلاش عرفتي ما كتشبعش منه ماشي ما كتشرب ما كتش ما كتشبعش منه هذا الشيء اللي كنشوفه وكيقولوا جدودنا راه جاوا بغاو يحيدوها داز من الدم بقات بحال هكا ويا هاد العين ما خصهاش تبقى تضيع نفس تقضيع بحال هكا هاد الماء سبحان الله العظيم خارج بحال هكا وغيبقى يضيع كيمشي كيبقى غادي مخلط مع واد الحار كيتهود سيد عبد الرحمن البحر كيهود البحر الماء كيضيع هكاك وبنادم خاص محتاج للماء وكيبقى يضيع الماء بحال هكا علاش ما عرفتش هادشي الزرق كيقولوا بلا مسكونه ياك اخويا كيقولوا كيفاش كيقولوا انت انا ولد هنا كاينين شي ناس كيتاداو هنا ماشي كيقولوا يعني شكون اللي كيقولوا كيقولوا لي بالراحه انا نقول انا نقول ماشي ولد هنا انت ولد هنا خصك تقول لي واش تسكنوا الناس كنعرف جوج الناس من سماهم فوالا دابا وقع عليهم كيبقاو بحال كيبقاو الفلوس فلوس كيبان لهم فلوس بحال هكا في الماء كيبغيو يجبدوهم ما كاين والو المهم كيف ما كتشوفوا حنا خصنا نقطعوا هذا اللايف باش تعرفوا بان كمال كوزان راه ما خافش كمال كوزان الزهواني عمرو يخاف وكنشكر السي الراقي مصطفى اللي تا هو استقبلني مرحبا والف مرحبا السي مصطفى انا تحياتي للناس الرقاع كاملين ولكن شوف الناس الرقاع اللي كيخدموا هاد الترقيه على الله عز وجل ماشي كي واش سمعتي شي حاجه اخي كمال انا ما سمعتش والو ما نكذبش لا سمعت شي ترقيبه بسيطه ماشي مشكل هي الجن غير باش نهضروا ونوضحوا واحد راه كاينه واحد الاشياء راه هي اللي كتضوي علينا من قبيله راه كاينه شي بلاصه غارقه تقدر تدخل السي مصطفى ندخلوا ماشي مشكل هي واحد المساله حيت شنو داكشي اللي كيبان تما شي حاجه بحال العينين هي هذه من قبيله وهي تابعنا راه كانت هوك ورجعت هوك ما نقدروش نقربوا لها غير باش نوضح لكم واحد المساله الجن هذا هو المسكن ديالو الجن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملي سولوه الجن فين غنسكنوا قال لهم الاماكن الخاليه من وجود البشر هنا ما يمكنش البشر يسكن ما يمكنش البشر يجي يعني الجن كيسكن هنايا حنا الا ما اديناوش ما غاديش يادونا غير باش تكون هذه المساله واضحه وحتى شي واحد ما يخافش الا ما اديتيهمش راه ما غاديش ياديوك باذن الله تبارك وتعالى مصطفى ما يخافش الجن انا الا خرج عندي دابا عطانيش اربعه العيالات انا كنقلب على اربعه العيالات يكونوا شابات يكونوا بوكسات شوفوا الاخوان انا معروف بكمال الزهواني عز شوف خوكم خوكم زهواني وعز عليه الزوق شوف انا لا خرجت شي عاشقه مرحبا بها ولكن تكون بوكوسا تبارك الله على الاخوان الله كتجي لي بوكوسا لا شغل لا هادو بلا بشطراج تكون شي واحد هادو بلا بشطراج الله يدير سي تاود خير هذه الكرمه حاولنا ندخلوا رفقات ابناء المنطقه وكوزان جا عندنا فاش شاف ان داك كيم ابدال ما جاش قال لك والله تندخل داخل ولكن دخلنا من هذه الجهه ما دخلناش من الجهه الاخرى فين كاينين هذوك الاشخاص اللي ناعسين حنا راه بدلنا الطريق دابا لان الطريق من هنا مابقاتش كتبان هنا كاين غير الظلمه وكاين شجر هابط هذه البلاصه هذه على حساب الاقوال ديال الناس وابناء المنطقه كيقولوا بانها مسكونه فيها الجن وان هذيك الشجره فاش بغاو يحيدوها خرج ليهم الدم من ديك الشجره الله يدير شي تاويل ديال الخير حنا كنحاولوا نطلعوا دابا بواحد الصعوبه كبيره بزاف باش غادي نطلعوا للطريق الله يدير شي تاويل ديال الخير حاولنا نقربوكم من الصوره رفقه الراقي مصطفى العربي وكوزان وعماد عارف ولد المنطقه حاولنا نقربوكم من شنو كاين تما بالضبط الله يدير شي تاويل الخير كننصحوكم باش ما تجيوش لهاد البلاصه
هاد البلاصه خطيره بزاف، ما تقدرش تجي لها بوحدك. البلاصه اللي خطيره بزاف كتواجد خلف سنديباد، كاينين اشخاص هنا كيباتوا مختلين عقليا، كاينين اشخاص اللي بعقلهم كيباتوا، وكاينين اللي مسكونين واللي عزيز عليهم الخلوه، حتى هما كيجيو هنا. الله يدير شي تاويد خير. غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله. تبقوا على خير.